أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقين مؤتمر ومعرض آفاق ومستقبل القطاع العقاري بنسخته الثانية، وكشف الحقين أن السوق العقاري في المملكة مقبل على النمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكن جديد، مما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات العشرة المقبلة. ويعد القطاع العقاري ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، إذ يرتبط بنمو أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا. مؤتمر ومعرض آفاق ومستقبل القطاع العقاري ينطلق في نسخته الثانية ليسلط الضوء على عدة محاور رئيسية أبرزها مستقبل القطاع والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع وبيئة الاستثمار فيه والفرص والتحديات التي يشهدها قطاع العقار في المملكة. شهدنا اليوم القطاع العقاري بشكل عام نما بأكثر من 6%، شهدنا قطاع التشييد والبناء يعني نما بأكثر من 16%. هذا نتاج على يعني رؤية المملكة 2030 في تسهيل الأعمال، في نضج المنظومة العقارية بشكل عام، ولله الحمد نرى الآن نتاجها. اليوم مثل هذه المعارض وهذه المؤتمرات تساعدنا في التفكير بشكل أعلى مع المختصين الخبراء المتداولين المهتمين. نتاج هذه مدخلات ساعدنا كثير في تطوير هذا العمل وتطوير منظومة التطوير العقاري بشكل عام. وقد شهد القطاع العقاري نموا متسارعا خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك بفضل البرامج والمبادرات الهادفة لخلق قطاع عقاري مستدام ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي غير النفطي. اليوم هيئة العقار من خلال منظومتها أصبحت تضع ضوابط ل يعني خلينا نقول سد الثغرات اللي كانت موجودة، من جانب أيضا رفع كفاءة الممارسين في هذا القطاع من خلال برامج المعهد العقاري ومن خلال المنصات العقارية، أيضا شفافية المعلومات. اليوم نشوف منصة عقارية تستطيع أن تعطي معلومات كثيرة تزيد من شفافية السوق، فأصبح المستفيد من القطاع العقاري يجد معلومة متنوعة من عدة قطاعات، وهذا ما نسعى إليه، أنه زيادة الشفافية، زيادة الخيارات اللي موجودة للمستفيد بحيث أن يكون هو صاحب القرار من خلال معطيات مضبوطة أو نسمى حكومة بشكل أكثر إن شاء الله. يستعرض 22 متحدثا متخصصا خلال أيام المؤتمر العديد من الموضوعات والملفات كالتوطين والعمل الحر في القطاع والاستدامة والتقنية العقارية للخروج بتوصيات تساهم في خلق قطاع عقاري مزدهر. والله انت وزارة حقيقة يعني البلدية والشؤون القروية والإسكان انت كده صراحة. ليش؟ لأنك انت حقيقة يعني عملتين منظومة عقارية من أروع ما يكون. خلينا نكون بوضوح، أول كانت الأمور مشتتة حقيقة، كل يغني على ليلى، العقاريين في جهة، الممولين في جهة، المطورين في جهة. أنت لا، أنت من اتمام جبت العالم دي كله وحطيتيها مع بعض وخلقت ما اللي يقولوه الغرب هذا عليه إيه؟ إيكو سيستم، يعني كله يتكلم مع بعض، وهذا واحد. قفزتي حقيقة بالإسكان قفضة رائعة رائعة جدا جدا. كانت الرؤية بتقول يعني من 47 الى 52 وحوله، انت وصلتي في العام طبعا وصولا الى ايه زي ما قلنا في 20-30 الى 70%، انت في العام الماضي حققت لنا فوق 60%، خلينا نكون واضح 62%، ما شاء الله تبارك الله، نتائج ممتازه، والاف الاف مؤلفه من الاسر سكنت بيوتها وسعيده من المواطنين. انت قصرت علينا حكايه البنك العقاري ده، كنا والله العظيم الواحد 20-25 سنه يمكن ما يلحق الدور صراحه، يعني خلينا نكون بوضوح الان في مجرد دقائق، اما ان هذا في مجرد ساعات والقرض عنده. القرض المدعوم 500 الف قرض ما شاء الله على مدى خمس سنوات شيء عظيم، والتوقع ان احنا نوصل 600 مليار ب 1.2 مليون عقد، هذا برضو انجاز طبعا. خلق لنا وظائف، كم خلق لنا يا اخ طلعت؟ خلق لنا 40,000 وظيفة، طيب كم خلق لنا دخول ها قطاع خاص؟ حوالي 385 مليار، نحن نتكلم على 120 قطاع يتقاطع مع الإسكان والتشييد والكلام ده كله. طيب هذا كم من الناتج المحلي ده؟ حوالي 14%، إذا قطاع واعد
شكرا يا وزارة، كما قلت يعني وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان، وشكرا يا معالي الوزير، لازم نقول لك شكرا طبعا ماجد الحقير وفريق عملك، إلا فعلا يعني وصلتوا إلى نحن طموح الرؤية إن شاء الله، وسنصل إلى كما قلنا 20-30 إسكان 70% إن لم يكن أفضل من ذلك. بوضوح ألقاكم.